السلام عليكم. في فيديو عايز اتكلم عن حاجه اسمها الفانكشن اوفرلودنج. الفانكشن اوفرلودنج هو ان انا بيكون عندي كذا فانكشن ليهم نفس الاسم بس الانبوتس بتاعتهم مختلفين، والاختلاف في الانبوتس ده ممكن يكون اختلاف في عدد الانبوتس او في نوع الانبوتس، وفي الحالتين ده مسموح بيه في السي بلس بلس. ماشي؟ طيب خد بالك، انا قلت يختلفين في عدد الانبوتس او في نوع الانبوتس، لكن لو نفس الانبوتس عدد ونوع ومختلفين في الريتيرن تايب مش بينفع، مش بيسمح بيه. بمعنى تعالى كده واحده واحده نشوف. لو جيت قلت لك انت اف مثلا بتاخد دي فانكشن بتاخد اثنين بارامترز A وبي وبتريتيرن A بلس B. ماشي، فده كده اول فانكشن بتاعتي. ممكن اجي هنا واعمل فانكشن ثانيه اسمها برضو انت اف تاخد انت A بس وبتريتيرن 2A. طيب دلوقتي الراجل مش متضايق، ماشي؟ هو دلوقتي هو متضايق شويه بس هو الحقيقه هيظبط دلوقتي، بس بياخد وقت على ما ياخد باله، يعني مش عارف ليه، بس هو شويه مش هيتضايق. لو جيت ران الكود ده مش هيديني ايرور. تعالى نران كده، مش مديني ايرور ولا حاجه، خلاص فهو مش متضايق من الكلام ده. فانا كده عملت حاجه اسمها فانكشن اوفرلودنج. الاثنين فانكشنز دول ليهم نفس الاسم اف، لكن ليهم اختلاف في البارامترز. بينما لو جيت هنا حطيت هنا برضو انت بي، هتلاقي انه دلوقتي يتضايق بقى، يقول لك ايه؟ يقول لك انت الاثنين فانكشن، تعالى كده نرن تاني. هي في ايرور. فانكشن اوريدي انت اف انت انت اوريدي هاز ا بودي، فكده مش كده هيتضايق، انما لو شلت ده مش هيتضايق. طيب الفكره ليه هو هنا مش بيتضايق؟ لان هو بيعرف يفرق انت عايز تعمل ايه. يعني انت لو جيت هنا كده قلت له مثلا سي اوت اف وفي خمسه واديته بارامتر واحد، هو كده هيعرف انت تقصد الفانكشن الثانيه، عشان دي بتاخد بارامتر واحد وهيطبع لك 10. من اول جيت هنا قلت له سي اوت اف اوف 5 و10، فكان مديله اثنين بارامترز، فتلاقي ان هو يقدر ينادي الفانكشن اللي فوق ان هو فيها بتاخد اثنين بارامترز وتطبع لك 15. يبقى انا متوقع ان انا اول مره هتطبع لي 5، اول مره هتطبع لي 10، والثانيه هتطبع لي 15. تعال نرن كده. طيب 10 15 حلو. طيب اكد تاني ان لو نفس الانبوتس واختلاف في الاوتبوت ما ينفعش. يعني جيت هنا قلت لك هنا ايه؟ دبل اف مثلا، وجيت ارن. طبعا هو في مشكله ان البي موجوده، خلاص تعالى نشيل البي دي عشان البي اصلا مش متعرفه. بس قال لك ايه؟ قال لك overloaded function differs only by return type، وده مش مسموح بيه، ده ايرور. خلاص يبقى لازم يكون في اختلاف في الانبوتس مش في الاوتبوت. حلو. تعال نوضح الاحتمال اللي بعد كده. لو نفس عدد الانبوتس بس اختلاف في التايب بتاع الانبوت، قلت لك هنا انت اف فلوت اي، وهنا قلت لك ريتيرن 10 في اي، هيعمل ايه؟ تعال نشوف كده. تعال نران، تعال نجرب. طبعا مش كده دلوقتي، ما بين الثانيه والثالثه. طيب تعال نجرب كده اف في 5، هل هيطبع لي 2 في 5 ب 10 ولا هيطبع لي 10 في 5 ب 50 ولا هيديني ايرور؟ تعال نران. طبع لي 10 عادي خالص، ان هو عارف يفرق ان دي ان الخمسه دي انتجر، وبالتالي حطها تبع الانتجر، هي اقرب للانتجر من الفلوت. هو انا صحيح ينفع تايب كاست، يعني الانتجر عباره عن حاله صغيره من الفلوت او الفلوت اكبر من الانتجر، بس هو لقى ان في انتجر صريح فوداها للانتجر. لو حطيت 5.0 ايه اللي هيحصل؟ باجي ران هيديني ايرور. ليه؟ ان بيقول لي اف ambiguous call to overloaded function. هو دلوقتي مش عارف يبعت لي دي ولا دي. طب ده حصل ليه؟ حصل عشان الحقيقه لما اقول له 5.0 بس كده، ده مش فلوت، ده دبل. يعني هو باي ديفولت اكتب رقم كده رقم عشري، بيعتبره باي ديفولت دبل. فالدبل ده ولا هو فلوت ولا هو انتجر، فهو يا اما هيعمل له تايب كاستنج لفلوت وينادي الفانكشن دي، يا اما يعمل له تايب كاستنج لانتجر وينادي الفانكشن اللي فوق. وبالتالي هو ما عندوش رول تقرر له يعمل تايب كاستنج لما يلاقي دبل يعملها فلوت ولا يعملها انتجر. هو ما عندوش رول كده، يعني ما فيش الرول دي موجوده عنده، فهو بالتالي متضايق ومتلخبط مش عارف يعمل ايه. طب ازاي احل المشكله دي؟ لو جيت هنا حطيت له حرف اف، دي طريقه فاليد، يعني نكتب رقم وبعدين اف كده، بقول له حوله رقم فلوت. فدلوقتي الايرور راح، وساعتها هيطبع لي 10 في 5 هيطبع لي 50. حلو. طيب ممكن برده بدل ما اعمل اف اف دي كاني بحوله لفلوت، شايف هو حطيت الماوس هنا، هو عامل لها تايب كاستنج فلوت كذا. فممكن اجي هنا واقوم حاطط برده فلوت كده تايب كاستنج، كده حولت النص لفلوت وبرده مش هيتضايق، كده برده هيطبع لي 50.
حلو حلو. في الفيديو الجاي هنتكلم عن الديفولت ارجيومنتس.